يمه انا بكلمك بموضوع بس ما بيش تسالين. لا خالتي قولي ايش فيك يمه. انت وايد قويه مع رائد يعني رخي شوي. ما ادري خالتي يعني انا كذي طبعي. لا يا يمه انت وايد حنينه كل ما قال لك شيء عارضتي يحاول يفاجئك باي شيء تمدين بوزك وتكشرين. يمه كله مو عاجبك ليش ايش فيك خالتي؟ يعني احنا نختلف احيانا يعني اذواقنا مو نفس الشيء. لا يا يمه الذوق ما له شغل اذا حبيتي ما يهمك الذوق. سامي وهو سامي اللي وراني الضيم. عمري بحياتي ما كلمته نفس الطريقه اللي تحاكين فيها رائد. خالتي لهالدرجه طريقتي غلط؟ انا ما قلت غلط يا يمه بس احس الرجال يبي يسعدك باي طريقه يبي يفاجئك باشياء عشان تستانسين وانت كلها مكشره. يمه شو السالفه؟ هو هذا غرور ولا شنو؟ شنو يعني شنو؟ ماني فاهمه خالتي. انت عارفه قصدي؟ لا والله حاجه ما فهمت قصدك. فهميني. اللي قلبه يلين كل ما في لين حتى عناده. اي عدل خالتي. هي الحلام الجلفه معاي يمه، ايش فيك؟ والله يا خالتي الصراحه غصبا عني. يعني تدرين احنا بغربه و24 ساعه مجابلين بعض، يعني حتى ما في مجال ان نولح لبعض. يمه ريلك بعد كم يوم بيرد الكويت وقدامه فرصه كبيره انه يوصل. عدلي علاقتك فيه، لازم يحس بحبك يا يمه، لازم تكونين فخوره فيه. اوضاح سمعيني ترى مسرع ما تيجي وحده وتاخذه منك، خصوصا رائد حنون واجتماعي ويحب الزين. والانسان يبين معدنه بالسفر وانا شفته وبين معدنه. ديري بالك انا بنصحك من قلبي حافظي عليه ترى بتندمين. لكم أحلى نسكافيه.